بالتالي انا شايف انه هذا المعرض فرصه مهمه جدا للعمل في هذا الاتجاه اللي احنا بنتكلم عنه. ان شاء الله واتحاد الاذاعه والتلفزيون شارك في صوت القاهره مشاركه، مدينه الانتاج الاعلامي مشاركه، كل دي فيها نسب تمثيل مهمه جدا من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. كنا بنتكلم عن راديو نيل موجود، وبالتالي لا هيبقى في ان شاء الله مشاركه.